وللمزيد بشأن جهود الدولة لدعم الوافدين من السودان ينضم إلينا مباشرة من محافظة أسوان مراسل أكسترا نيوز الزميل كريم رجب. كريم، بالأمس كان هناك زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جاراندي إلى الحدود المصرية السودانية، كيف تسير أيضا عملية إجلاء العائدين من السودان عبر المنافذ المصرية وما الجديد لديك؟ نعم دارين، يعني مصر منذ اللحظة الأولى سخرت الإمكانات وذللت العقبات من أجل استقبال المواطنين السودانيين الفارين من جحيم الأوضاع في بلادهم وتقديم الدعم اللازم لهم. ربما ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن فيها زيادة أعداد الوافدين من الأراضي السودانية والعابرين للحدود المصرية ليصل إلى 164 ألف وافد من الأراضي السودانية، فضلا على أن هذه التغريدة أيضا كشفت حجم الخطة الإغاثية الإنسانية المصرية التي وضعت لهذا الغرض، وكان القطاع الصحي يعني بارز في هذه الخطة، في ملامح هذه الخطة، إذ تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد كبير من الأسر السودانية، ووصل عدد الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة الذين تم تقديم العلاج لهم إلى 1050 حالة، فضلا عن إجراء 120 عملية جراحية كبرى وأيضا علاج 100 حالة من الغسيل القلوي، وفضلا أيضا عن 157 حالة تم وضعهم في العناية المركزة. وهذا أيضا نظرا لأن الذين يأتون من الأراضي السودانية معظمهم من كبار السن وأيضا السيدات وكذلك الأطفال، فبالتالي أصحاب الأمراض المزمنة يعني يستطيعون أن يستفيدوا من الخدمات الطبية المقدمة لهم، وخصوصا أيضا أن معبر قسطل البري فيه مستشفى ميدانية يستقبل عدد كبير من الحالات يوميا، فضلا أيضا عن وجود صيدلية تقدم العلاج بالمجان لهذه الحالات. هذا الأمر يتكرر أيضا في معبر قسطل، فضلا عن العيادات المتنقلة وعددها 5 عيادات في موقف كركر البري. هذا بالنسبة للقطاع الصحي. أيضا على مستوى النقل تم زيادة عدد القطارات في محطة السكك الحديدية ليصل إلى 6 قطارات بواقع قطار كل 4 ساعات، وعدد المقاعد المخصصة في هذه القطارات يصل تقريبا إلى 4000 مقعد وفقا لما تم الإعلان عنه أيضا من المتحدث باسم الخارجية المصرية. كل هذه الجهود توضح حجم الدور الذي تقوم به مصر، وأيضا كان هناك إشادة من جانب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أثناء الزيارة بالأمس، وقال أن مصر قدمت جهودا كبيرة، وبالتالي هو أيضا حث على ضرورة وقف الاقتتال من أجل عدم إرهاق الدول الجوار وخصوصا مصر التي تحتل المرتبة الأولى في الدول الجوار الأكثر استقبالا للمواطنين السودانيين. أيضا هناك يعني تكامل في الأدوار ما بين المبادرات والجهود الرسمية وما بين الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحتى أيضا على المستوى الشعبي، وهذا أيضا ما يميز الدور المصري في هذه الأزمة، خصوصا أن المنازل أيضا هنا تفتح لاستقبال هذه الأسر ويتقاسمون معا لقمة العيش ويتم تقديم لهم الطعام والشراب، فضلا عن توفير السكن اللازم لهم إذا كانت هذه الأسر تحتاج إلى البقاء والمكوث هنا في مدينة أسوان على سبيل المثال لمدة طويلة، ولكن يتم توفير هذا السكن بأسعار تتناسب مع هذه الأسر. إليك دوري. بشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم رجب من محافظة أسوان.